أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 50 من برنامج مدرس على الهواء. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون معانا حلقة على السكيلز للثانوية العامة إن شاء الله، وهيكون في ضيفتنا النهاردة مس مهتاب ممدوح. مساء الخير يا مس. مساء النور يا مستر أحمد، إزي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. حلقة موفقة إن شاء الله، يا رب إن شاء الله، ونتشرف بيك كالعادة. يا رب إن شاء الله. اتفضل يا مس. دلوقتي بالنسبة للثانوية العامة أو أولى ثانوي أو تانية ثانوي، بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، إن إحنا أهم حاجة بالنسبة لي في الامتحان هي السكيلز. جميل. طب هو يعني إيه سكيلز؟ يعني رايتنج، يعني ريدنج، يعني لانجوج. رايتنج إن أنا بكتب باراجراف. جميل. إن أنا بكتب إيسي، إن أنا عندي فقرة لازم أكسب درجاتها بأي طريقة. لأن الباراجراف دي بتبقى 6 درجات. أنا كطالب ثانوية عامة لو خسرت 6 درجات دول أنا خسرت كتير قوي. جميل. اتعورت زي ما بيقولوا في الامتحان. تمام. عندي دايلوج، دايلوج أنت بتجيب لي شخصين بيتكلموا مع بعض، واحد بيرد واحد بيسأل أو العكس. طب إيه المشكلة إن أنا أكسب دول كمان؟ تمام. عندي كمان حاجة اسمها ترانسليشن، ترانسليشن ترجمة من العربي للإنجلش ومن الإنجلش للعربي. تمام. طيب دي ممكن يكون فيها لعب شوية. في إيه؟ في إن أنا ممكن يكون عندي كلمات، حصلت الكلمات عندي ضعيفة، فأنا مش عارف أترجم. فأنا أحط احتمالية إن أنا ممكن أعرف لو أنا مش متدرب كويس. How to guess the meaning. لو أنا مش متدرب كويس أحاول إزاي إن أنا أعدي الكلمات التقيلة اللي أنا مش خلاص مش عندي الحصيلة دي. أروح لأقرب معنى، أروح لأقرب meaning. لأن أنا محتاج كطالب ثانوية عامة أنا في عرض نص درجة، مش درجة، أنا في عرض النص. تمام. طيب أنا المشكلة الأساسية عندي بالنسبة لي إيه؟ في الكتابة. الولاد مش بتتمرن، الولاد مش بتكتب كتير، مع ان المفروض كطالب ثانويه عامه على الاقل في الاسبوع يكتب باراجراف، في الاسبوع يكتب اسي. ايده تبقى شغاله. ليه ايده تبقى شغاله؟ لان معلش الانجليش مش اللغه الام بالنسبه لنا. ففي طلبه كتير جدا بتلاقي صعوبه ان هي مش عارفه تعبر عن نفسها. تمام. مش عارفه تطلع، عنده افكار بس مش عارف يوظفها، عارف يصيغ جمله كتركيب لغوي مظبوط، مش عارف مش عارف يظبط لغويا، او حتى ما عندوش حصيله كلمات، او حتى مش عارف يوظف الجرامر، دروس الجرامر اللي اخدها طول السنه مش عارف يوظفها في القطعه بتاعته. تمام. انا مش محتاج خالص ان انا ادخل في دروس الجرامر الكتيره، مش محتاج اخش في باسيف كوزاتيف فيريتيف بروناونز، مش محتاج. انا اروح لابسط جمله اقدر عليها. تمام. ايه الجمله بالنسبه لي؟ انا عندي سبجكت فيرب اوبجكت. انا كونت جمله. تمام. مش لازم اعملها كومباوند، مش لازم اعملها تقيله، مش لازم اخلي الجمله الواحده سطرين ثلاثه. كل ما انا هطول وكل ما انا هحاول معلش يعني اجود شويه يبقى في ارتكاب اخطاء، انا بنقص، انا بقلل من القيمه بتاعتي. دي اول مشكله. تاني مشكله فوجئنا ببعض المدرسين بيحفظوا الولاد اسطمبه، جمل ثابته، يعني اديني انترودكشن نو داوت ذات، انه مما لا شك فيه. تمام. فتلاقي معظم الطلاب بتوع الثانوية العامة داخلين بيحطوا نفس الجملة، مع ان ممكن يكون الموضوع مش علاقة. أيوة. انا بتكلم مثلا في ناراتيف، ناراتيف اسي يعني انا بتكلم على حاجة بحكيها، قصة، فسحة انا اتفسحتها، سفرية، ايه علاقة نو داوت ذات؟ ممكن اقول ان الفسحة دي تلعب دور حيوي في حياتك، يعني ملهاش اي علاقة. انا كده بوقع نفسي، انا بنقص، انا بفهم اللي بيصحح، انا حافظ، انا واحد ما عنديش سكيلز، انا واحد ما بعرفش اكتب انجليزي. تمام. ليه؟ ليه؟ الموضوع أبسط من كده بكتير. أنا بالنسبة لي بشوف طلبة كتير جدا بتقع في جزئية اسمها argumentative essay. argumentative ده اللي هو الجدلي. يعني جدلي؟ أنت محتاج في أي في الموضوع اللي هيجي لك أن أنت تجيب الرأي والرأي التاني. تجيب المميزات والعيوب. تجيب مثلا أنا هستفيد إزاي وهتضر إزاي. جميل. الطالب بيقع هنا. تمام. ليه؟ هو حافظ اسطمبة. اول يا حبيبي ما تلاقي ال 150 من كلمه اللي عاوزينهم، اول حاجه كده خد لي الجملتين اللي مكتوبين، حط ابتدي بيهم. طب ما انت كده ضيعت على نفسك ان انت ممكن تطول 5 جمل. مظبوط. لو انت خدت الجملتين بقى اللي مكتوبين وشرحتهم باسلوبك، انت عرفت تكتب، عرفت تزود شويه، عرفت تبالغ شويه. فهو ده اللي بيوقع الطالب. جميل. عدم التنظيم، سوء الافكار، عدم ترتيب الافكار زي ما بنقول كده برين ستورمينج، حصلت الكلمات، عدم استخدام جمله صحيحه، ستراكشر صحيح. يعني ايه ستراكشر صحيح؟ انا عندي هي او شي او ات. ابسط حاجه في الجرامر بالنسبه لي فيرب تو بي،
تمام. يروح ضارب فيرب تو بي في اي حاجه زي از وي ار وي از، تلاقي الدنيا في حك في لخبطه. فبمنتهى البساطه لو كل اسبوع اي طالب استخدم بس ان هو يكتب 5 سطور ايده هتمشي فيها. الموضوع عايز ممارسه طبعا طبعا، لان هي مش اللغه الام. للاسف ان بعض الطلبه بتاجله لاخر السنه، ما ان ده اكتر حاجه بتجيب له درجات. يعني الريدنج والرايتنج والدايلوج والحاجات دي اكتر حاجه، هي تلات ارباع الامتحان بقى خلاص 70% من درجاتي هي على السكيلز بتاعتي، ملهاش اي علاقه بقى لا بمذاكره ولا بمنهج ولا بان انا باخد دروس او ما باخدش دروس ولا اي حاجه خالص. تمام. انت اجتهادك الشخصي في البوينت ديت هي اللي هتنمي معاك. جميل. فانا دلوقتي لما يجي لي يطلب مني 150 كلمه، في طالب كان لطيف جدا قال لي يا مس، وانا هقعد اعد الكلمات؟ هعد 150 كلمه؟ بالنسبه لسؤال الباراجراف. هقعد اعد 150 كلمه؟ لا حبيبي خالص، 150 كلمه يعني انت بتلعب في حوالي 15 سطر، ما بين 15 ل 17 سطر. تمام. مش هتعد اي كلمات. بس هي البوينت فين؟ في ترتيب الافكار وتقسيم الكلام، تقسيم الباراجرافز نفسها. في حد يكون داخل لك يكتب الباراجراف يبتدي بالخاتمه، بيبتدي بالنهايه برايه على طول. انا مش عايز رايك، رايك ده اخر سطرين، رايك ده في الاخر خالص، حطه لي كده على جنب لغايه ما اوصل للاخر. شورت باختصار كده ويقول رايه في الاخر. يا عشان هو يلاقي حاجه يكتبها، يلاقي يعني افكار. لكن لما انت من الاول خالص هتقول رايك وانت شايف ايه اللي صح، فين الموضوع؟ انا ما استفدتش حاجه. انا بقى كمصحح انا دايما بقول لاولادي كده، اعتبرني انا مش مدرسه انجلش، انا ما اعرفش انجلش اصلا، انا ما اعرفش ايه منهجك. انت فهمني، انت عبر لي، وريني افكارك فين. فانا لما يجي لي ارجيومنتيف اساي او ارجيومنتيف باراجراف، انا محتاج اول حاجه انترودكشن. يعني انترودكشن مقدم، ايه الموضوع؟ فهمني ايه موضوعك، كانك داخل تتكلم معايا، ايه الموضوع. تاني حاجه اجذب انتباهي. يعني ايه اجذب انتباهي؟ حط لي كواشن مثلا في النص، جيب لي اي سيره كاتب كتب عن الموضوع ده، احكي لي ستوري صغيره جدا او كوتيشن او حاجه صغيره انت قريتها قبل كده. انت كده شديت انتباهي. وانس ان انت شديت انتباهي يبقى انت ماشي صح. مش مجرد ان انا باصه ايه ده الكلام ده، مش ايه ده الكلام ده، ايه العك ده، كلام من هنا كلام، لا مش عاجبني. بعد ما عملت انتدكشن اعمل البادي. يعني ايه البادي؟ الكونتنت بتاعي، المحتوى. طب انا بقول لك دلوقتي ارجيومنتيف اساي او ارجيومنتيف باراجراف، يعني ايه ارجيومنتيف؟ جدلي، يعني في حاجه صح وفي حاجه غلط، يبقى انا لازم اعرض الاثنين. عندك طريقتين انك تعرضهم، يا اما هعرض مثلا المميزات في باراجراف لوحدها والعيوب في باراجراف لوحدها، يا اما هحط الاثنين في باراجراف واحده. جميل. فانا هنا هضطر استخدم حاجه كوهيرنس ماركرز، لينكرز، كونجنكشن. يعني ايه كونجنكشن؟ دلوقتي بتكلم على مميزات وعيوب، يبقى on the other hand، on a hand، on one hand، and on the other hand. روابط تربط الجمل بعضها. الناحية الأولى كذا أو الناحية التانية كذا. طب أنا مش عارفهم. in the opposite side، in the other opinion. فهمني إن في تضاد هنا، في حاجتين عكس بعض أنت بتعرضهم لي. تمام. أدي حاجة. أنا خلصت البادي، عرضت ده سطرين تلاتة وعرضت ده سطرين تلاتة وعرفت أعرض. اقفل ازاي؟ في ولد يجي يقول لي انا افكاري خلصت، انا مش عارف اعمل ايه. انهي. فاينلي تو كونكلود تو سم اب، وكل اللي انت كتبته فوق ده طلعه لي في سطرين في الاخر. يعني اديني، انت قلت المميزات، قلت العيوب، واديني رايك. رايك ده هياخد سطرين برضو ثلاثه. انت هتقول لي انت مع مين؟ خلص الباراجراف، فين المشكله؟ فين الازمه بقى هنا؟ وكل ما كانت كل جمله صغيره كل ما كانت اخطائي قلت. تمام. في ولاد بيتعمدوا يعمل الجمله الواحده سطرين ويطول. ما هو انت كل ما بتطول كل ما غلطاتك بتكتر. مظبوط. انت كده بتخسر درجات. طب اقفل الجمله ازاي؟ فول ستوب حبيبي وخلاص الجمله خلصت. حط لي فول ستوب، حط لي كواتشر مارك، حط لي علامه تعجب. الحاجات دي برضو انا كمصحح بركز فيها. مظبوط. ان انت طالب عندك سكيلز. يعني ايه سكيلز؟ بتعرف تكتب، بتعرف توريني وجهه نظرك. مش مشكلتي خالص ان انت حصلت كلمات عندك عاليه قوي، انت تستخدم لي فوكابلري يعني تقيل، مش ده اللي انا طالباه منك. تمام. هي فكره العرض نفسها. في سنه من السنين جه كان السؤال عن the advantage and disadvantage of mobile phones.
مميزات وعيوب التليفون المحمول. موبايل فون. فالموبايل فون احنا كلنا عارفين مميزاته وعيوبه. في طالب خرج من الامتحان قال انا ما عرفتش اكتب، انا ما كتبتش. طب يا حبيبي ما كتبتش ليه؟ قال لي من زحمه الافكار عندي، عندي كلام كتير قوي، عندي دوشه كتير قوي وما عرفتش اكتب حاجه. طب الطالب ده يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها برين ستورمينج. يعني برين ستورمينج؟ يعمل درافت، يجيب لي كده كراسه الاجابه، تعالى على اخر صفحه الدوشه اللي عندك دي حطها في نقط، يسيبها في جمل، حط نقط كده 1 2 3 4 في انا عندي كذا، وارجع لي تاني. لما هتيجي تكتب هتلاقي ان انا عندي 1 و2 مميزات، 3 و4 عيوب، يبقى ده لوحده ده لوحده. على الاقل ابتديت اكتب، على الاقل حطيت افكار اخد عليها درجات. اصل مادتين زي العربي والانجليش دي ماده لغه، مش ماده، مش زي الكيمياء والفيزياء والاحياء انا حافظ وفاهم كويس فهخش ادي. لا، انا عندي دول مادتين فيهم سكيلز، يعني بيتعاملوا على ذكائك الشخصي، ذكائك اللي انت هتوريه لي في الورقه الثروه اللغويه اللي هتعرض بيها. بالظبط كده. فانت ما عندكش ثروه لغويه، انت ما عندكش كلمات، انت طالب ضعيف، تسيب الامتحان وتمشي؟ لا، اعرض اي حاجه عندك. واحنا كمصححين واحنا كمدرسين احنا دايما في صف الطالب مش ضده. فدلوقتي انا عندي مثلا باراجراف، انا هحتاج ان انا هكتب على البورد. اتفضلي. اوريهم مثال يبقى عامل ازاي. اتفضلي. انا عندي ارجيومنتيف اساي او باراجراف عن الموبايل فونز. اعمل يعني موبايل فونز، قال لي مثلا ده موبايل فونز. طب انا لازم احط تايتل في الامتحان؟ احسن ان انا احط تايتل عليه جزء من درجاتي. تمام. طيب انا هو حطيت موبايل فونز، اعمل ايه؟ ابتدي احط لي افكارك. هو ايه موبايل فونز؟ وات؟ تمام. موبايل فونز دي معانا بقى لها قد ايه؟ وين؟ اهميتها تتمثل في ايه؟ واي؟ جميل، ادي شويه افكار. طيب حلو، انا قلت موبايل فونز عاوز ايه؟ عايز ادفانتج، وعايز ايه تاني؟ ديس ادفانتج. اهو الاثنين. طيب انا عملت الادفانتج والديس ادفانتج، اعمل ايه تاني؟ ده البادي بتاعي، كونكلوجن. يعني ايه كونكلوجن؟ الخاتمه او النهايه. يعني اعمل ايه؟ اوبينيون، راي. راي. تمام. يبقى ده كده الانترودكشن، مقدمه الموضوع، المقدمه بتاعتي. ايه الموبايل فونز ده واستخدمته من امتى واستخدمته ليه؟ ليه؟ تمام. ده كده البادي بتاعي، الكونتنت، المحتوى بتاعي، المحتوى بتاع الباراجراف. ده كده خلاص الكونكلوجن، الخاتمه. مجرد ان الطالب ابتدى خلاص يقسم التقسيمات دي هو عارف هيشتغل ازاي، هو عارف المفروض هيعمل ايه. جميل. طيب ابتدي بوات وين اند واي. موبايل فون لازم اسيب سبيس. ليه لازم اسيب سبيس؟ زي فكره التعبير، بسيب مسافه. ايه المسافه دي؟ بالظبط عد لي 5 حروف او كلمه كامله. تمام. ليه؟ عشان يبان دي فقره لوحدها، مش الكلام كله سايح على بعضه. ده موبايل فون. طب انا هنا غلطت غلطه شنيعه، ايه هي؟ انا هنا ابتديت بكابيتال صح؟ مظبوط. ما ينفعش حضرتك تجي لي في نص الجمله وتعملي تاني كابيتال. جميل. يبقى ده كده غلط. انا لازم تبقى ايه؟ بدايه الجمله، بدايه الجمله بس اللي كابيتال، لكن في النص انا عندي عادي سمول لتر. تمام. برضو البي هنا غلط. بي عاديه. تمام. ده موبايل فون. is means of، ارجع من اول سطر عادي، تكنولوجي فول ستوب. جميل. ليه الفول ستوب؟ جملتي خلصت خلاص. ذا موبايل فون ادي الناون، از ادي الفيرب بتاعي، a means of technology بقت السنتنس بتاعتي. في ولد قال لي ذا موبايل فون اور، انت غلطت نفسك ليه؟ طيب the mobile phones or a means. حبيبي ما ينفعش حطيلي a مع البلورال، انا حطيت هنا عشان سينجلر.
اوكي تمام. يبقى ده موبايل فون از ا مينز اوف تكنولوجي. هكتب تاني ده موبايل فون ولا اعمل عليها الضمير؟ ممكن اعوض عليها بضمير. في الضمير بقى ات. طيب انا هو عرفت ده ايه الموبايل فون ده وين احنا استخدمناه امتى بقالنا قد ايه. ات هاز بين يوزد فروم ا لونج تايم فول ستوب. بقى لنا فتره محترمه بنستخدمه. تمام. بقى لنا مين لي 10 سنين فده فتره كبيره مش صغيره. طب واي بنستخدمه ليه؟ تمام. بعمل بيه ايه؟ ايه الغرض منه؟ Some people use it for entertainment, or for work. للتسلية انا بستخدمه ايه التسلية يا الشغل. عندي استخدام تاني ما اعتقدش. او ده وجهة نظري انا ده اللي انا عارفه. اعرف حاجة تاني لا انا مش عارف. انا كده الانترودكشن بتاعتي خلصت. بس في حاجة اسمها thesis statement. يعني ايه thesis statement؟ thesis statement دي جملة انا بنهي بيها الانترودكشن عشان اقول للي بيقرا انا هقول ايه في الكونتنت بتاعي. ايه اللي انا هعرضه دلوقتي. تمام. بجهز القارئ بتاعي او المصحح بتاعي ان هو يفهمني يفهم انا عايز اقول ايه. جميل. احنا قلنا هنتكلم عن ايه؟ الادفانتج والديس ادفانتج. بقول it has a lot of advantages and disadvantages. ادي ده هو العديد من المزايا والعيوب. انا فهمت دلوقتي اللي قدامي انا ايه اللي هتكلم فيه في البادي بتاعي. انا هتكلم شويه عن المميزات وهتكلم شويه عن العيوب. وزي ما قلت لحضرتك الاول انا عندي طريقتين في المحتوى بتاعي في الكونتنت او البادي بتاعي. يا اما هقول الادفانتج في باراجراف لوحدها يا اما الديس ادفانتج في باراجراف لوحدها. جميل. هفصلهم عن بعض. طب انا عايزه اقلل شويه مش عايزه ادي مساحه كبيره وانا ما عنديش افكار كتير ما عنديش كلام كتير مفيش مشكله حط لي الاثنين في باراجراف واحده بس لازم تستخدم لي حاجه اسمها كوهيرنس ماركرز. يعني ايه كوهيرنس ماركرز؟ ادوات ربط. يعني ايه ادوات ربط؟ فهمني ان انا عندي حاجتين في الباراجراف دي عكس بعض. تمام. تمام كده. طيب هبتدي الباراجراف الجديده هسيب ايه؟ سبيس اون وان هاند. يعني اون وان هاند فاول ناحيه فاول موضوع. بدايه لازم احط بعديه كومه. جميل. دول اللي انا عماله احط فيهم دول الكومه الفول ستوب الكويشن مارك اكسكليميشن مارك دول تبع البانكتويشن. يعني دول انت بتتحاسب عليهم. انت بتنقص عليهم لو مش موجودين. جميل. انا دلوقتي لو في الجمله دي ذا موبايل فون از ا مينز اوف تكنولوجي شلت دي خالص. It has been used for a long time. جملة دخلت في بعض كده. انا عندي جملتين نسحوا على بعض وانا مش فاهم اي حاجه. فلازم يبقى في عندي حاجه فاصل اوقف بيه الكلام. جميل. On one hand هبتدي بايه؟ مميزات. مميزات. It's advantages. طيب الادفانتج دول زي ايه؟ ابتدي افكر انا. انا استخدامي الشخصي بالموبايل انا بعمل ايه؟ انا وظيفتي ايه بالموبايل؟ شاتنج بعرف نيوز كوميونيكيشن السكيلز بتاعتي مالها. ابتديت اركز مع الموبايل فون اكتر ما ركزت فين؟ مع الناس. يبقى ده ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ انا كده رحت مخلط الاثنين دخلت على الديس ادفانتج. لا اتس ادفانتجز or playing games زي ما كلنا بنعمل. ايه تاني؟ chatting with friends. تمام. عندي تاني حطيلي كومة بلاش and ده fragment
حتى لما بتيجي تكتب مثلا على اللابتوب او على الكمبيوتر اند 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 بيعملك كده خط اخضر. يعني ايه الخط ده؟ فراجمنت، انت عمال تزود على الفاضي. كوما chatting with friends كوما knowing news اعرف الاخبار. تمام جميل. ايه تاني؟ and طيب calculating مثلا بعمل حساباتي على الموبايل. تمام. هو انا محتاجه ازود تاني ولا كفايه كده بالنسبه ان انا طالب ضعيف وما عنديش افكار اكتبها اكتر من كده؟ جميل كده، اعتقد كده كفايه. انت اديتني البوينت اللي انا عايزه اقراها، عايزه افهم يعني ايه مميزات. انت خلاص فهمتني، بلعب جيمز، بتكلم مع اصحابي، بعرف اخبار، كمان بعرف احسب عليه. في مميزات تانية؟ ما اعتقدش ان في حاجه تانية للموبايل فونز. احنا قلنا هنحط الاثنين الموضوعين في باراجراف واحده. تمام صح كده؟ جميل. قلت هنا on one hand on the other hand. يعني on the other hand من ناحية أخرى، الناحية التانية بقى. نبدأ أنا نقول جبت العيوب خلاص بقى. الحاجة الكويسة أخش بقى، وما تبتديش بالعيوب، دايما ابتدي بالمميزات أكتر، تمام، لأن هي اللي هتفتح معاك مجال الكتابة، هتطلع معاك أفكار. لكن أنت لو ابتديت للعيوب وحاولت ترجع تاني للمميزات هتلاقي إن الموضوع مش ماشي معاك. طيب on the other hand ايه تاني؟ انا هنا قلت ايه؟ its disadvantages. its advantages. نجيب العكس بقى. طيب its disadvantages. disadvantages ده جمع، يبقى احط ايه؟ or. ايه بقى؟ معلش انا همسح هنا فوق واكتب عشان هنا مفيش مكان. انا كل ده ماشيه على البرين ستورمنج اللي انا عملته. عملت الانترودكشن، وات وين واي، عملت دول خلاص. جميل. انا دلوقتي في البادي، انا جميل. عملت ده، فاضل لي انا دلوقتي فين؟ في الديس ادفانتج. انا ماشي على الافكار ان انا كتبتها في الدرافت بتاعتي في اخر صفحه في الاجابه. تمام. ايه بقى؟ هبتدي عادي من اول السطر عشان انا بكمل الباراجراف. انا دي مش باراجراف جديده. on the other hand its this advantages or ابتدي افكر هي ايه مشاكل الموبايل؟ انا ايه مشكلتي مع الموبايل؟ انا كأنا ما عنديش مشاكل. طب انا ما عنديش مشاكل، اوكي، في البيت عندي عندهم مشاكل مع الموبايل ليه؟ مش بيضيع وقتي؟ or wasting time. ايه تاني؟ harming eyes. ايه تاني ممكن افكر؟ طب انا ما حصلت ليش مشاكل مع الموبايل؟ فكر حبيبي ايه اللي حواليك، مشاكلهم ايه مع الموبايل؟ بصفة عامة. شوف فكر، انت ماشي، انت ما عندكش مشكلة، انت تمام. طب اكيد في البيت قالوا كومنت ان انت بتضيع وقتك على الموبايل، اكيد انت ساعات بتحس بزغللة. طيب ايه اللي حواليك؟ مش مثلا في هاكرز؟ ما لقيتش حد جاي يشتكي ان في باد كومنتس على من بسبب الانترنت؟ ان انت في احنا عندنا بلاوي through the internet. حط ده اعرضه، ما فيهوش مشكله، انت كده بتبين ان انت عندك افكار، ان انت دماغك شغاله. تمام. harming eyes wasting time harming eyes ليك. مش انا قلت هنا chatting with friends؟ طب انا بما ان انا chatting with friends محتاج ان انا كل شويه اقابلهم؟ مش محتاج. بقعد مع قرايبي واهلي كتير؟ لا. يبقى lack of communication بيقلل في عمليه الاتصال او with others. انا اعتمدت خلاص على السوشيال ميديا واعتمدت على الموبايل، ما بقتش بقابل حد. انا ما بخرجش. دي من اسوء الحاجات، دي من اسوء الحاجات اللي كلنا بقينا نعاني منها. دي بتحصل داخل البيت نفسه بالظبط. انت لو رحت اي تجمع عائلي او الاسره نفسها قاعده، كل واحد قاعد بموبايل ماسك التليفون ومالوش علاقه باللي كل قاعد معاه. واحد بيلعب، واحد بيعمل شات، واحد بيعمل سيرش على حاجه، فخلاص هو ليك اوف كوميونيكيشن مع الكل. جميل. طيب اند عندي ايه تاني؟ ايه مشاكلي تاني مع الموبايل؟ طيب في ناس بتتكلم كتير قوي في الموبايل، طب هو الكلام ده ببلاش؟ كوست سالت اند كوستينج
أو wasting a lot of money. فول ستوب. أنا كمصحح محتاج حاجة أكتر من كده؟ تمام كده. أنا كمدرس شايف إن أنت مديني الإيليمنتس اللي أنا عايزة أقراها في التوبيك بتاعي. التوبيك بتاعي أنا سألتك على موبايل فونز وسبتها مفتوحة. تمام. أنت اخترت الأرجيومنتيف. أرجيومنتيف إن أنت بتعرض لي رأي والرأي الآخر. تعرض لي مزايا وعيوب. فاديتهم لي، اديت لي الأول أهي المزايا، سطرين بالظبط. تمام. ما أعتقدش إن حتى الطالب الضعيف هيقع في دي. إن هو يتكلم في البوينت دي. مظبوط. طب قصاد دي دي العكس بقى اهو الديس ادفانتج، اخدت نفس السطرين. تمام. wasting time, harming eyes, lack of communication with others, costing or wasting a lot of money. طب انا ليه حطيت فيربين؟ لان ده اللي في دماغي. انا مش عارف هي costing احسن ولا wasting احسن. حطهم ده رايتنج، ده انا مش بقول لك اختيارات، حطهم لي. طيب انا كده خلصت ايه البادي بتاعي، محتاجه ان انا اكتب في حاجه تانية. انا عملت الادفانتج وعملت الديس ادفانتج، مش خلاص كده؟ تمام. محتاجه ازود حاجه؟ ده كده بالنسبه للبادي. اوكي. البادي ما فيهوش حاجه، ازود في حاله واحده بس. لو انا هقول فور اكزامبل، على سبيل المثال، على سبيل المثال كما انت بقى عاوز تديني حاجه تزود تغذي التوبيك بتاعك، تغذي كلامك. فور اكزامبل، فور اكزامبل ايه؟ احكي لي حاجة أنت عارفها. احكي لي مشكلة في دول أنت قابلتها في حياتك. طيب زي إيه؟ اختار إيه؟ wasting time, harming eyes, lack of communication ولا wasting money؟ اختار أسهل حاجة. wasting time. مضيعة للوقت. كلنا عندنا نفس المشكلة. كل الأمهات في البيوت بتعاني مع أولادها في wasting time. طب ما تقولي ده كإكزامبل. إزاي؟ my mother all the time is angry of me. ليه؟ ينفع هنا احط فول ستوب؟ هو انا خلصت؟ لو هكمل لا. انا ما خلصتش، هي طول الوقت زعلانه. انا كده فهمت؟ زعلانه لا، عايز السبب. حط لي بقى كومه. because all the time I'm chatting. I'm chatting A. Using A. Using the mobile. So I waste a lot of time. بضيع وقت كتير. بس كده انت اديتني اكزامبل، اكزامبل ده ما يعليش درجاتك؟ يعلي. يعلي. انا كمصحح كل ما الاقي كوهيرنس ماركرز، كوهيرنس ماركرز يعني ايه؟ روابط. الروابط. فور اكزامبل، فيرستلي، سكندلي، ثيردلي، فاينلي، تو كونكلود، تو سم اب، هاويفر، ان اديشن، اون وان هاند، اون ذا اذر هاند، مور اوفر، meanwhile. الحاجات دي بتبين لي ان الطالب ده بيقرا، الطالب ده شغاله ايده في الكتابه، عنده سكيلز محترمه حتى لو ما عندهوش فوكابلري تقيل. انا اعتقد ان لغايه دلوقتي انا ما استخدمتش ولا كلمه تقيله. لو جبت طالب في ابتدائي هيعرف يكتب اللي انا بقوله ده. انا كده البادي بتاعي خلاص، انا خلصته. جميل. وتقريبا لغايه كده ممكن يكون ال 15 سطر المطلوبين مني خلصوا. انا كده كمان هزود. طب انا الخاتمه بتاعتي اعمل فيها ايه؟ لازم تبين لي ان دي خاتمه. احنا قلنا في اول باراجراف بسيب سبيس. تمام. طب ابتديها ازاي؟ اقول لك ان هي الخاتمه ازاي؟ عندك ثلاث طرق. فاينلي، في النهايه، او تو كونكلود، او تو سم اب. جميل. كما بعد اي conjunction او coherence markers لازم احط كوما، لان ده رابط. تمام. finally انا قلت ايه في موضوعي؟ انا اتكلمت عن ايه؟ الموبايل ومميزاته وعيوبه. ده اللي اقوله. ده موبايل فون
has both advantages and disadvantages. طب انت يا طالب يا متميز اديتني ايه في الباراجراف دي او في الرايتنج ده عشان اعرف ان انت مختلف عن الاخرين؟ لازم تديني هنت. انا بتكلم بقى، انا كل ده كنت بتكلم مع الطالب الضعيف، دلوقتي انا بتكلم مع الطالب المتميز، الطالب اللي اوريدي متدرب كويس بيكتب كتير وبيفهم في السكيلز بتاعت الانجليش. جميل، اديني رايك. انت خلصت الرايتنج، قول لي الراي بتاعك. In my opinion، في رايي انا. طب ايه رايك انت كواحد بتديني مميزات وبتديني عيوب، رايك هيبقى ايه؟ على حسب بقى مميزاته اكتر بالنسبه لك او عيوبه، او ممكن according to me it's useful ولا harmful. بالنسبه لي هو كان مفيد، كل شخص بيوظفه على حسب. بالظبط كده. يبقى الجمله اللي هتتكتب بعد in my opinion راجع للطالب اللي بيكتب. جميل. راجع للشخص اللي بيديني الانفورميشن دي. مش اسطمبه، تمام، ملهاش اي علاقه باي اسطمبه. هيقول لي according to me in my opinion the mobile phone is useful because of surfing the internet. كتب لي بوينت هو اصلا ما جابهاش طول الرايتنج بتاعه ولا جينا جنبها. تمام. In my opinion، في رايي انا the mobile phone is useful، مفيد، ده مفيد جدا because of surfing the internet. انا بعمل سيرش على الانترنت، يعني لما بجهز على حاجه بخش على الانترنت بجيبها. احتاج ان هو يزود كل الكلام؟ ما احتاجش. احتاج ان هو يعيد نفسه تاني؟ لا. جمله بسيطه فهمني ان هو طالب متميز، فهمني ان هو طالب عنده فكر. تمام. عارف يجيب التكست كده ويجيب كده، عارف يروح يمين وشمال، في براح في الرايتنج. امتى ما يبقاش في براح؟ لما الاقي ان جمله معينه بتتكرر كل شويه. The mobile phone is very important. Nowadays the mobile phone is very important. Today people consider the mobile phone as a very useful means of technology. ما عادش كتير. كل دي معاني واحده. هي كلها معنى واحده. خلاص انا ابتديت بيها التكست بتاعي، ابتديت بيها الرايتنج بتاعي، ما اقعدش كل شويه. انا كمصاحبه استفز، بحس انك بتضحك عليا. فانت عمال تعيد وانا هنقص. انت ما اديتنيش اي كونتنت، اي محتوى اديك عليه درجات اكافئك عليه. تمام. دلوقتي انا ما حطيتش اي حاجه صعبه. طب انا خلصت. خلاص شكرا، اقفل الورقه وكفايه كده. لا. ارجع تاني. ارجع تاني وراجع مره واتنين. بيكونوا واقفين في اللجان، حبيبي راجع. حبيبي راجع. واول ما يطلع يا نهار ابيض. ممكن تصرف في كلام كتير كتبته غلط. ده انا الجرامر باظ مني. نسي كوما، فول ستوب، كويستشن مارك. يعني دي كلها بقى التركيز. ملهاش علاقه حتى بالسكيلز، دي تركيز. تمام. طب انا عندي حاجه تانية. حضرتك دلوقتي احنا قلنا ان البانكتويشن مهم. ايه البانكتويشن؟ الكابيتال ليترز والسمول ليترز. طب انا اهو كمدرسه، كواحده من الناس، لما بكتب ما براعيش بانكتويشن. ممكن فجاه وانا واقفه باصه كده او براجع تاني على نفسي الاقي ان انا في حاجه عندي مش مظبوطه. So I waste a lot of time finally. In my opinion. In. ادي كابيتال ليتر. My opinion. طب هي opinion دي الاو دي مش كابيتال؟ المفروض تبقى ايه اللي جابها هنا؟ عشان بكتب بسرعه. انت وانت بتكتب بسرعه معرض ان في حاجات تبوظ منك وانت مش قاصد اصلا. في حاجات هتتعملها غصب عنك. از براكتس. ارجع تاني. لا ايه ده؟ دي هتنقصني على الفاضي اهي. اهو. جميل. ارجع تاني، اظبط تاني. طيب في حاجه تانية. انا دلوقتي بعرض موضوع عام شامل، مش بتكلم على اولد ستوري، على حاجه حصلت زمان قبل كده، مش بحكي مثلا قصه، مش بحكي اكزام، مش بحكي حاجه. يبقى استخدم ايه؟ البريزنت سمبل تنس. زمن المضارع. المضارع البسيط جدا. طب انا بديت سامبل اختم باست. طب انا ابتديت فيوتشر اقفلها
بالبريزنت بيرفكت انا ابتديت بتنس اخلص بنفس التنس. خليك ماشي على زمن محدد. تمام. لان الطالب لو فضل كل شويه يروح ما بين مثلا بريزنت وباست بريزنت وباست الرايتنج هيبوظ منه. هيلخبط نفسه بنفسه. تمام. لا انا ابتديت باست اخلص باست. ابتديت بريزنت اخلص بريزنت. ابتديت فيوتشر هشتغل برضو فيوتشر. جميل. ما هفضلش رايح ما بين التنسز وبقول ده انا كده ببين للي بيصحح ان انا عارف الجرامر. انت كده مش عارف حاجه. انت كده مش عارف جرامر. انت كده عمال تقلب المنهج قدامي. انا مش محتاجه ده. انا دلوقتي كسبان 6 درجات. ما اقعدش انا اقعد كل شويه اجود من عندي لدرجه ان الدرجات دي تضيع مني. تمام. ده كده التكست. في اي مشكله؟ جميل جدا. ما فيهوش اي مشكله. فضلت اعدي 150 كلمه. هات لنا عديناهم بمراحل كمان. بمراحل دي حاجه. تاني حاجه انا قلت لك 15 سطر او 17 سطر على حسب خطك. تمام. وكمان بلاش بلاش نلاقي ان الكلمات شابكه في بعض. يعني في ولاد بتكتب زي الفرنش. يعني مثلا كوستنج ا لوت اوف ماني يروح كاتبها ازاي؟ كاتبها بطريقه عجيبه جدا. يقول لك اصل انا بكتب زي الفرنش. لا حبيبي احنا انجلش معلش. عندنا مشابك وكل حاجه بس مش كده. ايه ده؟ ده ايه؟ ده انا افهم ايه؟ انا المفروض كمصحح بقى افضل افصل كلمه اقعد احط ايدي عشان افهم. تمام. لازم السبيس تكون موجوده. لازم يبقى واضح. السبيس ما بين كل كلمه وكلمه بتفرق كتير. تمام. الولد ممكن يكون خط وحش جدا جدا. والطالب اللي بيكتب فرانكو ده مصيره ايه؟ بص بقى ده بيبقى عسل قوي. في ولد ما كانش عارف سيرفينج او سيرشينج ذا انترنت. تمام. راح اعمل كده بالظبط. تصفح. تصفح. تمام. تصفح الانترنت. ايوه. تصفح ذا انترنت. تمام. فده المفروض نعمل معاه ايه؟ ده مش ينقص. مشكلة بقى هو لو جه مع مدرس الأدق قديمة زي وأنا بصحح. ده حلال في السقوط. ده بيبقى حلال في النواهد دي حلال فيها. تمام. والله لا فعلا في ولاد بتبقى خارجة يقول لك مثلا في الستوري. أنا مش فاكر الكلمة. طب يا بابا عملت إيه؟ كتبتها فرانكو إن شاء الله. طب كتبتها فرانكو يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني حبيبي بتنقصوا كتير. بينقصوا كتير جدا 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 جدا. ده بيبقى استخفاف بالمدرس. تمام. ده بيبقى استخفاف بالماده العلميه اصلا. مش انا كشخصي بس انت بتبين لي انك في التراوع عننا. احنا في حته واحنا في حته. كان في ولد في التكست ده او في الرايتنج ده كان بيتكلم عن هاكر. ان في هاكر دي في الديس ادفانتج كان بياخد اكونتس الكريدت كارد وعن طريق الكريدت كاردز بيسحب فلوس. عايزه اقول لك ان هو السيتويشن كله قال فور اكزامبل تمام وكما وحكى الاكزامبل اللي عنده ده بالفرانكو. تمام. حكى الثلاث سطور دول السيتويشن اللي هو عايز يتكلم عليه بالفرانكو. فطبعا التكست كله طار منه تقريبا ساعتها اخد 1/6 او 1.5. طبيعي. مش حاجه. في طالب تاني عمل حاجه اشيك. هو طالب ضعيف وعاوز يديني اكزامبل. عايز يقول لي ان في هاكر اخذ الكريدت كارد وعمل هاكينج واستخدم الفلوس دي والحاجات دي. تمام. كتب نص الاكزامبل كده بالانجلش وراح داخل على نص تاني كتبه بالعربي. ده بيهرج. ده في التراوع. ده في دنيا تانية. ده مش معانا. فالناس دي مش بس بتنقص لا هم بيضيعوا. خلاص الرايتنج اللي انا معتمد عليه ضاع. هو انا في الامتحان معتمد على ايه؟ لو انا ضعيف معتمد على رايتنج كومبريهنشن. كومبريهنشن دي بتجيب لي درجات كتير جدا 7 درجات ما بين 5 ل7. تمام. الترانسليشن الديالوج دي سكيلز. دي انا لو لعبت عليهم والمنهج انا مش مالك نفسي فيه قوي في ايديني واتدرب عليها طول السنه. لو فضلت اتدرب كل اسبوع. في الولاد بتبقى مزنوقين عشان بيقول لك المواد العلمي واحنا تعبانين. تمام. لو كل اسبوع كتبت لي ا بيس اوف رايتنج انت خلاص كده تمام مش محتاج اي حاجه. لو كل اسبوع ارى فقره كومبريهنشن واحاول يحل عليها خلاص. جميل. دايالوج السكيلز بالذات ما ينفعش تسيب. تمام. المنهج هو لو فضل يسمع من المدرس على السمع وقعد شويه ما ذاكرش وجي في الاخر يراجع او رجع تاني يحاول يمرن نفسه هيعرف يلم الحاجات دي لان هو منهج. انا في ايدي حاجه ملموسه. لكن السكيلز مش ملموسه. دي حاجه معتمده على التدريب. تمام. فدي كلها راجعه للطالب قبل المدرس. جميل. فده البيس اوف رايتنج. طب عندي ايه تاني؟
كومبريهنشن. الكومبريهنشن الولاد بيعملوا غلطه بشعه، والمشكله ان في بعض المدرسين هم اللي بيوجهوهم الغلطه دي. اقرا يا حبيبي التكست كله، وبعد كده انزل على الاسئله، دور على الكلمه المشابهه واطلع جيبها. لا، الكومبريهنشن الاسئله الاول. انا بيبقى عندي اسئله جاب مقاليه قبل القطعه، بيبقى عندي اسئله مقاليه، بيبقى عندي اسئله اختيار. جميل. انا هقرا الخمسه او الست اسئله اللي عندي الاول قبل ما احط عيني في التكست نفسه، ماليش دعوه بيه، اركنه على جنب كانه مش موجود. ليه؟ انا لما هقرا الاول السؤال مثلا، لو السؤال عندي تكست عندي على موبايل فونز، تمام، وقال لي وات اور ذا موبايل فونز، يبقى انا هطلع ادور في التكست فين وات، فين ده، ايه، واي، وين، انا طالع بدور على حاجه معينه. تمام كده؟ تمام. الاختيارات شرحه، لان انا بيبقى عندي مشكله كبيره. تمام. ان انا بيبقى عندي في الاختيارات عندي في اختيارين زي بعض، تمام، كلمتين شبه بعض، بيبقى عندي كلمتين تانيين مختلفين، اركز مع الاثنين التانيين. جميل. وادور في التكست بتاعي ما لقيتش، احاول افهم. في سؤال تاني بيبقى بالنسبه لطلبه كتيره بشع، يجيب سنتنس كبيره ويقول له it refers to، يشير الى، الطالب مش عارف، يرجع للجمله اللي قبلها على طول، يقرا الجمله اللي قبلها بالظبط. بالظبط زي من شويه اتس، لما احنا اتكلمنا الاول على الموبايل فونز، بعد كده عوضنا عنها بضمير اتس، عايده على مين؟ هي فوقيها موبايل فونز، فلازم يرجع قبلها. جميل. فبكده يبقى هو الطالب على الاقل حاول، كسب درجات، طلع منظم، طلع مجهوده ما راحش على الارض، حاول يعمل شيء، والست درجات دول ان شاء الله ما يخسرهمش. اذا كانت للتكست الرايتنج او حتى للكومبريهنشن. تمام. بس كده. دي في ملاحظه ثانيه على الكومبريهنشن؟ لا كده يبقى هو عمل اللي عليه وزياده، وكتر خيره كمان. تمام. يعني كده هيبقى تمام جدا. تمام. بس التركيز. الطلاب عندنا منعدمين التركيز. تمام. عاوز يخلص عشان يلحق ينزل. طب في اي فنيات سريعه كده عن سؤال الترانسليشن؟ الترانسليشن. اوكي. We have 7 minutes. 7 minutes. Okay. كويس جدا. الترانسليشن عندي حاجتين. عندي اما من انجلش لعربي او من عربي لانجلش. جميل. الطالب دايما ما بيكونش عنده مشكله كبيره اللي هو من عربي لانجلش. جميل. بيعرف يظبطها. طب المشكله فين؟ من انجلش لعربي. ليه من انجلش لعربي؟ لان انا عندي بالنسبه بيبقى عندي ساعات جمله خبريه او جمله اسميه. يعني ايه؟ لقد سافرنا الى اسكندريه. جمله يعني بسيطه جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. بس هو ابتدالي بلقد. اول ما يلاقي لقد يستخدم بريزنت بيرفكت، مضارع تاني. مضارع تاني. جميل. اللي هو ايه؟ اللي هو هاز او هاف بلس بي بي. بلس بي بي. ادي تريك. تمام. طيب انا لو شلت لقد سافرنا الى الاسكندريه، تمام، في الانجليش انا دايما جملتي سبجكت، نبدا بالفعل فيرب اوبجكت. تمام. لازم تبتدي بالفاعل. لازم تبتدي باسم. تمام. لكن في العربي احنا ما عندناش مشكله، سافرنا النون دي انا عارفه ان هو نحن. تمام. يبقى هقول ايه؟ نحن اللي هو مين؟ وي. هاز اور هاف؟ وي هاف. سافر اللي هو فعل ايه؟ traveled. traveled to Alex. Alexandria. خلصت جملته. تمام. يبقى اكتر تو تريكس بيقعوا فيهم ان لقد دي معناها present perfect. دي حاجه. تمام. ان هنا دي جمله فعليه. انا في الانجليش ما ينفعش ابتديها بجمله فعليه، لازم يبقى في subject او noun في الاول.
تمام. دي اكتر حاجه بيقف فيها الطرق. هناخد السفر لاسكندريه ده كفاتح للشهيه لسؤال الترجمه الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضلي يا ماشي. شرفتينا مس مهتاب، وانا استمتعت جدا 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 بشرح الباراجراف معاكي، وحاجه جميله جدا، وان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله نحاول نوضح الترجمه والديالوج والكومبريهنشن بالتفصيل. لو ليك اي ملاحظات عامه عايزه توجهها للطلبه اتفضلي. التركيز، التركيز ان انا بعد ما اقرا الرايتنج بتاعي ارجع اعيد تاني، اقرا مره واتنين، لان انا نفسي كواحد كبير اهو مدرس بغلط ما فيهاش مشكله. اركز قوي مع البانكتويشن، السمول لتر، الكابيتال لتر، الفيرب عايد على الناون صح ولا غلط. اركز قوي مع النقطه والفاصله، الكوما والفول ستوب، بيأثروا كتير جدا في معنى الرايتنج. دول اهم حاجه بالنسبه لي. لازم اراجع اكتر من مره. تمام. مرتين كفايه جدا بالنسبه لي. مش هيبقى في اكتر من كده. تمام. وان شاء الله بالتوفيق لهم كلهم. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. نتمنى نشوفك طبعا في حلقات قادمه في نكمل السكيلز مع بعض، وشرفتينا ونشوفك على ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. شكرا. ميرسي حضرتك. شكرا.